السلام عليكم خوتي، انا ما كنتم وحيتم وجدتهم، دائما احنا في حنا من برج بعريج. اليوم راح ندير لكم مفاجاه مع اخونا عمر. اخونا عمر راس شجرة، عمر راس جدرة. السلام عليكم عمر، واش راك؟ واش راك يا عمر؟ السلام عليكم، واش راك؟ لاباس؟ نعاودوها، واش راك يا عمر اخويا؟ واش هذاك الشجرة عمر؟ واش كاين هذا؟ واش الشجرة؟ واش الشجرة؟ في البلاد هذه واش دير؟ انا نستناو في واحد صاحبي يجي يديني باك. بصح يقول لك عمر واش الشجرة وزيادة. مليح على الناتور طبيعي، نديرو بوبليسيتي للخضور اصاحبي. سوا صالح. والله لاباس. لاباس اخويا. واش راك يا عمر؟ صافا والله طريفي. هم الناس يسقسوا على عمر، عمر خيري، انا جيناك خويا عمر. الله يشترك معك. واش تقول لهم هذو الناس يشوفوك والفان تاعك؟ تحلب وما كانش تقصد كان يتحلب بكري ضحكنا وقصرنا دوك الواد يقدر روح باش تشوف بلي انا شريت تريكو زرق دوك قادر روح شوف بورطابل اللي وريتو ايه وريتو عمر اسعد تطلع بيا واش فيك هكذا الله يبارك خويا عمر ديت النور هكذا ديت النور واش حكينا على عمارة عمارة الحاج الاخضر انا الريكليو عمارة مخ تحت البني وتزير كل عمارة حتى تولي تمشي فوق السطح كاين الناس سقساونا على عمر زوجته نسيب الحاج الاخضر يا ترى هذيك الزوجه صح ولا لا هذيك تاع الخبزه مر تاع الخبزه هذيك مرت السيد خاطيني الله يبارك عمر شكون هو عمر عمر عرفته الاول هو عمر تاع برج تاع زمورة ما زلت صوالي ما يخلعكمش في بورطاج مازالني اخويا وناكلوا في شتيك حامي والحمد لله كفاف والعفاف ربي يسترك خويا عمر الله يبارك تاع البارح تاع اليوم خويا هذا هما الناس اللي المفروض الجزائري الممثل الجزائري ولا الفنان الجزائري يفتخر بهذا الميزه ويتواضع ولا لحقنا باش نوليو في لاكلاس تاع الفنانين اللي نجحنا ما نعرف بالك هذوم دينا كاين وين يقول لك واحد الحق وين لازم تجبد لازم تخدم بصح ما تنساش وليد من انت وشكون انت والتربيه هي كل شيء التربيه كاع عند الفنان كاع عند الموركانتي عند الزوالي لازم تكون متربيه كاينه حاجه في الاعلام كاين حاجه في الاعلام الجزائري الاعلام الجزائري والفنان ما يتلاقاوش الممثل والاعلام يعني بعيد مثلا نشوف غير هذو الممثلين والفنانين غير في المواسم شوف الفنان بين الاعلام والفنان كيما الزلابيه والغطاس تاعها هكذا الزلابيه يديكم شو حنا الفنانين كي يغطسوا هذيك الزلابيه كيدي 10000 في النهار والزلابيه يديكمش حنا اللي نتجوا حنا اللي نتحركوا حنا اللي فاسو بيبليك باسكو انت تكون فاسو بيبليك تقول الاعلام سي تو ان سيكتور كبير بصح حنا دوك الناس ما تعرفش الاخراج ولا انتاج ولا سينوغرافيا ولا يقولك انت ما تعرفش تلعب حنا نتحملوا المسؤوليه تاع الخدمه مي الحمد لله رانا معاها لقدام المشكله هنا في المثال ما هي المشاكل اللي يعانيها الممثله والفنانه ولا يعني اولا التهميش تهميش حاجه الاولى يعني التهميش باسكو الفنان كما يقولوا بكري شمعة تضوي على الناس وبساعه اومان بور يتحرك في روحه تسمى حنا لو كان كيما نقولوا العيش الكريم بصح الانسان يكون متواضع داكو راني معاك بصح كاين وين الفنان ماهيش بلاصتي تلقاه في السوق تلقاه في القهوه تلقاه في الطريق كاين وين المجتمع كاين اللي يعرف يكرمو كاين اللي يهينو تسمى راه عرضه لكل انواع نقولوا لي بروفوكاسيون الفنان اللي ما عندوش دار يلتهب الفن ولا يلتهب دارو يولي لا نجح يقول لك بارك الله فيه الا ما نجحش يولي كذاك الصرصور اللي كان يزر نجحيته كامل يكبر ابنه يقول له وراي الدار وراي الطوموبيل وراي باسكو انت كنت تضحك في الناس وما كنتش ديرنا في التاويل الو سي بور سا لي الفنان ما عندناش كمشه قادرين اربعة دور تعطي له الدار تعطي له الطوموبيل تكرمو يتفرغ للفن اخويا يشوفوه العالم وكل ويكذب عليك التاريخ تاع البلاد شفنا اخويا عمر الفن شفنا امور مثل ممثلين كبار كي مرضوا خلوهم الحكومه تخلى عنهم دوك شوف كاين كلماته ما حتى الناس لمدوا لهم حاجه باش نكون صريح هاي الفكره انا ما راني لا مع كونتر لا الفنان لا الحكومه لا حاجه انا من لابوزيسيون تاعي انا من لابوزيسيون تاعي كاين مسؤوليه تاع الفنان باسكو تسمح لي دوك انت تضرب 60 سنه فن خدمه ومن بعد في الاخر ما تلقاش باش تداوي روحك انت المسؤول وميم بون ثاني عايب على الحكومه اللي تخلي ولادها يطايشوا في سبيطارات الناس والله يطايشوا هكذاك الحق في الصحه للفنان ولا لغير الفنان بصح الفنان لازم يتكرم بصح هذاك الفنان ثاني انا اللوم خدمت خويا حياتي كامله كنت تجي تقول له قد خدمت لك 200 فيلم 200 فيلم يا صاحبي على مليون عندك 200 مليون اخو داوي روحك ثاني لا تخلي راك عرضه للناس هذا من جهه الفنان انا جو ديسكيوني انا هضر لا فيريتي على روحي قبل واحد اخر وهذاك الفنان اللي المرض تاعو لا قدر الله ما يقدرلوش لازم له كونفاليسونس بريزون شارج في ترونجي ولا من العيب اننا نخليوه يموت قدامنا وهذا واش رانا نشوفوه وانا ان شاء الله ما نموتش هكذاك ان
طردك بيا طيارة والله العظيم. خويا عمر هكذا، خويا عمر، خويا عمر خلاص ها. قال لي عمر راح يروح حراك صح؟ وين؟ قال لك روح لاسبانيا حراك. والله وجي اسبانيا كلها انا نبيها انا اسبانيا حراك. قال لك برط ما راه يدير 40 مليون في الساعة، روح حراك. روح جري جنينة. خويا عمر، خويا عمر كاش مشاريع جديدة كاش؟ إن شاء الله كاين وعود كاين خدمة إن شاء الله ربي يوفقنا. إن شاء الله. في هذه الخدمة تاعنا ما فيهاش قفاز. فيها النية تاع ربي يلحقك وما يلحقكش. ترى باقا باش تقول. أنا خويا إن شاء الله ربي يداوك الخير تاع الناس. مادام رانا نطلعوا ليهم ونفرحوهم وكل ربي يعاوننا. وإلا شفنا روحنا كاين ربي إن شاء الله يقصنا ويقلبنا. صح خويا عمر الله يبارك. خويا عمر الناس راح يشوفك في الداخل والخارج. خاصة أصحاب الغربة. الغربة هذه عمر راك تعرفها بلا ما نعبر لك عليها. صح. يعني واش كلمتك لهذ خوتنا المغتربين؟ المغتربين مساكن اللي يضربوا بالبنان وفي الجيوم بعد يقولوا عشنا البلاد واش يعاوزوا البلاد والجيوم يا فونس. مش كيف يا عمر يتوحشوا الوالدين يتوحشوا يتوحشوا البلاد يتوحشوا يا خويا انا قلت لك في الفيديو الاولى يا خويا يجيو رومبلاسيو اروحوا وقعدوا مع والديكم خليهم نروحوا انا نزوفروا شويه. ايا باسكو اللي نقول اللي في الانجليز اللي ضاقت روحه قال اي سجره سجره متك على سجره الله يبارك لكن والو يخدموش ما كانش كيما يقولوا ما كانش حاجه كومبلي في الدنيا تدي الوالدين تسمح في الخبزه تروح الخبزه تسمح في الوالدين ما كانش الانسان يسيي يا خويا ما خسرنا والو دوك كاين التكنولوجيا الله يبارك راك بكري اللوحه هذه بالصيصه دوك راك هزها لي رانا نصور فيها نصور فيديو بعثوا لداركم ولا قولوا لهم هم جايبين لنا الطرواجي والناس راه في الكاتزي طرواجي ومارتينازي وزوج فيشي وكان غير جوج بلاد هذيك خويا راه تشرب حوايج. خويا عمر انت مشجع الكابل اهلي برج بعريج ولا فريق اخر؟ يا خويا انا والله غير مشجع تاع الناس اللي تخدموا كل ليكيب اللي تربح كره اللي مشجع تاعها انا يا خويا ربي يوفقها ان شاء الله يوفق السيابي والجزائر والمولوديه والياسما 49 فريق الله يعاونهم هكذا انا البالو خاطيني خويا الله يبارك صحة ربيك كان كاري كنت نلعب بلي ولا ندور ولي بعديات معنى كبير هذا خويا عمر خاطيني البالو الفوت غير فوت هكذا خويا عمر يعني صافي بليزير نلقاوك الله ينورك وفتحنا قلوبك خويا عمر الله يحفظك من كل عين وربي يوفقك ان شاء الله باسكو الناس بزاف ما على بالوش بلي صالح راه يتبهدل ويتعب ويتكما ويتهاوش وبالك يتشارع باش يخرج لنا لي فيديو هذو حتى ثاني راك وصل بينا وبين بين بين خاوتنا سواء هنا ولا في المهجر يعطيك الصحه وربي يعاونك خويا ربي ينورك ويعاونك امين خويا عمر ويخليك لوالديك ان شاء الله ويخلي الجزائري الغيور على بلادو اللي يحب الناس الكل يعطيك الصحة، آخر كلمة الناس يشوفوك خويا عمر. الناس اللي يشوفونا نقول لهم ربي باقي عليكم الشتر. وهذا واش نعرفوا رانا نديروا، ما قلتلكمش الحالة لينا إلا ما عرفناش. وربي يكون في عوننا وفي عونكم إن شاء الله وربي يقضي حاجة كل مؤمن إن شاء الله. آمين خويا، بارك الله فيك عمر. ربي يحفظك خويا. ميرسي بوكو خويا. السلام عليكم خويا عمر. الله يطول عمرك خويا ميرسي بوكو. السلام عليكم. دوك نقدر نعيط. صح هذا السلام عليكم. سلام، تهلا بروحكم صحيح.